مرحبا مرة ثانية وفي ساعتنا الثانية بكل المشاهدين في كل مكان، برنامج صباح الشروق، ودائما الساعة الثانية حاضرة بهم الموضوعات وخاصة قراءة وتحليل لهم الأخبار الواردة صباحا على موقع الشروق نت. وداخل الاستوديو معنا الأستاذ الشيخ يوسف، رئيس تحرير موقع الشروق نت. أهلا ومرحبا بك أستاذ الشيخ، كيف حالك؟ وعليكم السلام، صباح النور عليك. كيف مشاهدكم؟ نبدأ مباشرة أول الأخبار على موقع شروق نت. وإعفاء أمناء مجلس الصحافة وجهاز المغتربين، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك قرارا بإعفاء السفير عصام عوض أحمد متولي من وظيفة أمين عام جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج. كما أصدر حمدوك قرارا بإعفاء عبد العظيم عوض محمد من وظيفة أمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات. ووجه القرار أو وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار، بينما أصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الري والموارد المائية قرارا بإعفاء رحمة الله محمد موسى من وظيفة وكيل الري وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، وتعيين ضوء البيض عبد الرحمن منصور وكيلا لوزارة الري والموارد المائية. يعني إعفاءات، هل نقول إن إعفاءات متأخرة ولا يعني ما سر هذه الإعفاءات في هذا الوقت تحديدا، إعفاء أمناء مجلس الصحافة وجهاز المغتربين، ولماذا؟ والله هي التغيير دائما بيبدأ بالأشخاص، ونحن نتمنى أنه التغيير يكون ليس تغيير أشخاص، تغيير زيد بعبيد، لأنه زيد وعبيد من غير منهج ما 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 بكون في فرق كبير. في حتتين مهمات زي الصحافة والمطبوعات والمغتربين، نتمنى أنه التغيير يكون في تغيير في الرؤية الكاملة ليهن. يعني مثلا جهاز المغتربين نتمنى أنه يكون الهدف الأساسي بعد ذاك أنه الجهاز يعمل على أهم شيء، وهو استعادة أو إدخال عائدات المغتربين إلى البلد بصورة مقنعة أو ساتسفايد بالنسبة للمغترب. وبالنسبة لأنه الآن صحيح حتى كل الدولار والعملات الأجنبية الحايمة في السوق هي عائدات المغتربين، لكن بتأتي بطرق أخرى غير الطرق الرسمية. فنتمنى أنه جهاز المغتربين في عهده الجديد، نتمنى للقادم يعني فيه أنه التوفيق، ونتمنى أنه يكون الهم الأساس هو عائدات المغتربين، بغير أنه ما يكون جهاز بس فقط للجبايات ولأخذ الضرائب من المغتربين. أما الصحافة والمطبوعات وهو مؤسسة مهنية منتظرة الكثير جدا جدا، وهي دورة ليس رقابة على أنه زيد تجاوز حده وغيره تجاوز حده، إنما هذه مهمة القوانين. قوانين البلد هي التي تضبط المخالفات الصحف، ولكن هي مفروض تقود الصحافة، لأنه حتى الآن نحن ليس لدينا صحافة مهنية بالمعنى المفهوم. يعني هي صحافة متروكة لاجتهادات الأفراد، واجتهاداتهم مقدرة وجزاهم الله ألف خير، لكن أتمنى أنه نشهد نقلة في العهد الجديد في الصحافة والمطبوعات، نقلة مهنية، ونتمنى أن نشهد أنه مؤسسات صحفية كاملة فيها صحافة مقروءة وصحافة مرئية وصحافة أونلاين وصحافة مسموعة كلها. نتمنى أنه نشهد مؤسسات، لأن حتى الآن السودان ليست فيه مؤسسات صحفية عريضة، هي متروكة لاجتهادات الأفراد. نعم. ماذا عن إعفاء مهندس رحمة الله محمد موسى من وظيفة وكيل الري وتعيين مهندس ضوء البيت عبد الرحمن؟ أفتكر أنه يعني حتى هو المهندس ضوء البيت هو أيضا من الناس اللي كانوا أصلا قريبين من ملف الري، ومشكلة الري في إشكالات كثيرة جدا جدا قد تكون تقنية، و والري عندنا مشاكل الري في مشروع الجزيرة ومشاكل الخزانات، وده إضافة إلى سد النهضة. فأنا أعتقد أنه بيكون هي يعني الموضوع لتحريك الملف أكثر، يعني لتغيير الأفضل الجديد. نعم، هو باشمهندس ضوء البيت أيضا من الناس اللي كانوا يعني لصيقين منذ بداية عهده يعني. نعم.